أهلا بيكم مرحلة جديدة من أونكو كاب. بدايتنا كانت بمعلومات بسيطة في شكل بوستات قصيرة وكنا مسميينها كبسولات. أولها كان يعني إيه كانسر وعلاقته بالسيل سايكل والجينيتك ريجوليشن بتاع الخلايا. بعد كده تكلمنا عن الهول ماركس اوف كانسر، واللي منها بدأنا المرحلة التانية اللي ربطنا فيها الهول ماركس دي بالدياجنوزيس وكمان بالتريتمنت بتاع الكانسر. كنا بنحاول نبسط بقدر الإمكان مبادئ علم صعب زي الأورام، ونقدر نقول إننا حطينا قاعدة بسيطة لأي حد ما يعرفش حاجة في المجال، لكن جه الوقت اللي نبقى فيه more advanced ونعرف إيه الباثولوجي بتاع الكانسر، إزاي خلية عادية ممكن تتحول لخلية سرطانية وتفضل تتكاثر لحد ما تعملي كولوني تعمل invasion وميتاستاسيز لبقية أجزاء الجسم. وخدوا بالكم إننا هنا هنتكلم عن باثولوجي مش بيولوجي، يعني هنتكلم عن خلايا مش عن جينات. طب الكبسولات هتكون إزاي؟ الكبسولات هتبدأ بسؤال، هنفضل ندور طول الكبسولة على إجابته لحد ما نلاقيها، ومرة على مرة هنلاقي الكبسولات البسيطة دي جمعت لنا كتير قوي من مبادئ الأورام وسهلت علينا مذاكرتها من أي مرجع. المعلومات اللي هنقدمها هيتم مراجعتها والتعديل أو الإضافة عليها عن طريق دكتور نبيل الهادي اللي وافق أنه يساعدنا في العمل البسيط ده مشكوراً، جزاه الله عنا خيراً. وأخيراً بتمنى أن الفيديوهات تفيدكم وتسهل عليكم كتير في المجال ده. تابعونا الحلقات اللي جاية علشان تلاقوا كل جديد في مبادئ علم الأورام. نشوفكم الحلقة الجاية.